انت حضرتك مش عاجبك لسه معايا اهل لسه في لا مش الاسعار كويسه معانا على الاسعار معانا على التحاليل جيت عشان نساعدكم ايه التحاليل اللي هو فيها هذا عايز مش عايز نقعد كل شويه نقعد ما استفدناش حاجه ان احنا نقعد كل شويه نمر وخمس دقايق تقييم مش موجود في الاخر هي الناحيه الاداريه ماشي على المستشفى عدم وجود الناس حاجه برضه مضره جدا مفيش مكان احط فيه الحضانات اللي موجوده عندنا صح؟ حصل لما الاقي الاقي ان القوه الرئيسيه للحضانات نصها مش شغال يبقى احنا لازم او اضعف الايمان انا من جوايا هقول ان انا كنت بضحك على نفسي المسجل لا وكان لسه